بسم الله الرحمن الرحيم. كما تلاحظون اليوم هناك مجموعة من تجار الفضاء التجاري القرب الفردوس الذين يقومون ببعض الوقفات من حين لآخر من أجل المطالبة ببعض المطالب التي يعتبرون بأنها مطالب يعني ضرورية. ومن هذا المنطلق تجد جمعية تنمية الفضاءات العمومية نفسها مضطرة لكي تقدم مجموعة من التوضيحات في هذا الشأن. أولاً، لا بد من التذكير بالسياق العام الذي أتت من خلاله هذه الفضاءات. الفضاءات التجارية القرب وصلت الآن إلى أكثر من 14 فضاء منذ سنة 2015. الفضاءات التجارية القرب الآن استفاد منها أكثر من 1400 مستفيد. الفضاء التجاري القرب الفردوس والذي انطلق فيه العمل في فبراير 2016 كان ثمرة مجهود جبار نظمت من خلاله قاعدة معلومات خاصة بتجار القرب لهذه المنطقة. المكان وضع هذا الفضاء هو مكان استراتيجي جدا. لماذا؟ لأنه جاء في منطقة هي تعتبر الآن مدخل من أجمل مداخل مدينة الدار البيضاء. هذا الفضاء يعني يشتغل دائما وباستمرار، ونعتبر بأن يعني حزمة الحي التي تم إنشاؤها بجانب هذا الفضاء كان لها دور كبير في جمالية هذا الفضاء. فضاء يتوفر على مرافق صحية، يتوفر على فضاء مكلتي بالجانب، يتوفر كذلك على خط أخضر جميل جدا، موقف للحافلات. الآن هناك عمارات كثيرة تم إنشاؤها بهذه المنطقة. إذا مستقبل هذا الفضاء آت لا محالة. الجواب الذي أريد أن أقدمه في هذه الملاحظة الأولى وهو أنه يتم الادعاء بأن السلطات المحلية أغلقت الفضاء، وهذا مجانب للصواب. السلطات المحلية بعملة مقاطعة سيدة البرنوسي لم تقم القط بإغلاق هذا الفضاء، والدليل هو أن الفضاء الآن ونحن نتكلم الفضاء هو مفتوح في وجه جميع التجار، وبالتالي الذين يعني يبدون حسن النية من أجل الإتمام انخراطهم في هذا المشروع فالفضاء مفتوح إليهم لكي ينخرطوا ويتمموا أعمالهم. فكما تعلمون هذه الفضاءات في إطار واحد الكونسيبت اللي تنجزات فيه اللي فيه من بين الشروط ديالو عدم المجانية. فمنذ 2015 الآن تراكمت مجموعة من الديون على هؤلاء التجار، وبالتالي هذيك المساهمة الشهرية اللي كيقدموا التجار واللي ما كيقدموهاش، يعني تقريبا اللي كاين اللي عنده أكثر من 50 شهر اللي ما مخلصش، اللي كتوازي الخدمات اللي كتنجز داخل الفضاء من حراسة ومن نظافة من صيانة. وبالتالي الآن آن الأوان أن يبدي هؤلاء التجار حسن النية ويؤدوا ما بذمتهم. نحن لا نقول لهم بأنه يجب أن يؤدوا جميع المستحقات، ولكن على الأقل إبداء حسن النية شهر أو شهرين والفضاء راه مفتوح. والحمد لله الآن هناك بعض التجار اللي أداوا راهم دخلوا الفضاء، ما على الباقين إلا أن يلتزموا ويؤدوا ما بذمتهم. والجمعية هي يعني حاضرة لكي تجيب على جميع تساؤلاتهم ومطالبهم. إذا كان نديروا شي مواكبة من أجل تحسين البيع داخل الفضاء كما كنا كنديروا سابقا في السنة الأولى، ولهم إنهم يتذكرون التنشيط الذي كان يقام أسبوعيا بجوانب هذا الفضاء، وبالتالي هي مناسبة كي أدعو هؤلاء التجار أن يعني يستمروا في انخراطهم في هذه الفضاءات. هذه الفضاءات التي يتحدث عنها الجميع، يتحدث عن نجاحاتها، يتحدث عن يعني كيف جعلت من البرنوسي قبلة يعني للجذب، خاصة أن مع استمرارية هذه الفضاءات، وهذا هو سر نجاح هذه الفضاءات، مع استمرارية هذه الفضاءات يعني الآن هناك ملاعب للقرب تزين المنطقة، هناك البرنوسي الآن مفتوح في جميع المناطق يعني جميع الجوانب، يعني الى شلنا المدخل ديالو من جهه منطقه الفردوس اللي كيتواجد فيها هذا الفضاء، فكتلاحظوا بان هناك منتزه، هناك مسجد جميل جدا، هناك حديقه المدخل، هناك مداخل للفضاء يعني ديال الطريق، وهذا كله من اجل ان ينجح هذا الفضاء. لان دراسه وضع هذه الفضاءات تم بدراسه يعني رزينه. جميع الفضاءات التي تم تأتيتها بمنطقة عمالة سيدي البرنوسي تلاحظون بأنه تم وضعها في مناطق يعني جيدة وتم اختيارها بعناية، وبالتالي
فالدعوة يعني الادعاء بركود هذه الفضاء هو مردود عليه. الدليل هو أن هناك مجموعة من المحلات التجارية من المقاهي المجاورة للفضاء والتي يكتريها أصحابها بأثمان يعني توازي أكثر من 10 مرات المبلغ الذي يسلمه الذي يؤديه هؤلاء التجار. والحمد لله هي محلات مفتوحة وناجحة يؤدون كذلك الضرائب، فلماذا فقط هذا الفضاء الذي لا يشتغل؟ فالمطلوب من هؤلاء التجار أن يحاولوا أن يحسنوا من طبيعة انشغالهم. وكنا درنا مجموعة من يعني من اللقاءات، درنا مجموعة من في البداية على أساس أن تطوير التجارة، فإلا احتاجوا أنه نطوروا معهم الأفكار من أجل تطوير تجارة الفضاء، نحن مستعدون على أساس أن الفضاء التجاري القرب هو واحد المعلمة التي يجب أن يحافظ عليها الجميع التي تدخل وتندرج في إطار الفضاءات التجارية للقرب بعمالة مقاطعات سيدي البرنوسي. وفي الأخير لابد باسم جمعية تنمية الفضاءات العمومية أن ننوه تنويها خاصا بالسلطات المحلية على مستوى العمالة، وبالطبع على رأس هذه السلطات السيد العامل المحترم، الذين ما فتئوا يقدمون جميع المساعدات كي تستمر هذه الفضاءات. كذلك ننوه بجميع تجار القرب أينما كانوا على انخراطهم في هذه الفضاءات، ونتمنى لهم بالمناسبة يعني مستقبل ظاهر إن شاء الله.